تتابعين قناة سوفي رينينغ. اليوم جيت نهضر على موضوع كيفاش خصني نترينيو انا في الحجر الصحي. بزاف ديال الناس اللي ما كيعرفوش فوقاش يترينيو او شنو خصهم يترينيو وهما في الحجر الصحي، اللي كما كنعرفوا ان راه مجموعه ديال النوادي مغلقه والاماكن العامه حتى هي مغلقه، وكذلك بزاف ديال الاماكن في كيترينيو الناس حتى هي مغلقه. لهذا الناس ناضوا خصهم يترينيو في ديورهم مزيان، فكرة زوينة، ولكن خاصهم يعرفوا شنو خاصو يتريني وفوقاش خاصو يتريني وشنو خاصو يتريني. إذا فوقاش خاصو يتريني؟ أي خاصو يتريني ما بين كل وجبة كياكلها. إذا إذا كنت كتاكل ثلاثة ديال الوجبات أو أربعة ديال الوجبات أو كنت كتاكل على طول اليوم، خاصك تفرقهم بيناتهم ودير واحد الوقت ما بين جوج سوايع مورا الوجبه اللي خاصك تاكل وموراها خاصك تريني. اي بحال دابا مثلا كنتي كتفطر مع 8 غادي تريني مع 10، واحد الحصه ما بين 20 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. 20 دقيقه حتى ل 45 دقيقه راه كافيه باش انك تشد اللياقه البدنيه ديالك، كذلك الجسم يكون عندك صحي، وكذلك تقوي الجهاز المناعي ديالك. هاد 20 دقيقة حتى ل 45 دقيقة، وخاصة في الصباح تكون شوية الرياضة القلبية اللي كتعتمد على الرياضة القلبية. لهذا يحاولوا بزاف ديال الناس اللي باغيين يترينيو في الصباح الرياضات القلبية مثل اللي كارديو، يديروا تمارين منزلية مرتفعة الشدة اللي كتعتمد على ضربات القلب بسرعة، وفي الفترة المسائية يعتمدوا سوا على لا سوبليس، تمارين الإطالة، يستعملوا تراكسيو، يديروا الكرش، مهم تمارين اللي غادي يخدموها في الجسم. أما في الصباح ديما يعتمدوا على الرياضات اللي كتعتمد على دقة القلب باش هكا يعرف فوقاش يتريني وشنو خاصو يتريني. إذا في الصباح مورا وجبة الإفطار، أي إلا كنتي كتفطر مع 8 أو كنتي كتفطر مع 10، راه دائما موراها بجوج سوايع خاصك تريني واحد الحصة اللي تكون إما شدة وإما تكون منخفضة على حسب المجهود البدني ديالك. لهذا بزاف ديال الناس ما كيعرفوش أشنو خاصو يتريني، شنو خاصك تريني أنت وعلى حسب لوبجيكتيف ديالك. اما بغيتي تريني على حساب اللياقه البدنيه غادي تعتمد على الرياضات اللي كتعتمد على دقه القلب، او الا بغيتي غير تشد الفورمه ديالك غادي تريني على رياضه معتدله كيف ما كنتي كدير في لاصال. هي خاصه بالناس اللي تيكونوا مبتدئين، هذه هي الفرصه ديالهم باش يتصالح مع الذات ديالو، يبدا التمارين الرياضيه ديالو ويتريني مزيان ويعتمد كذلك على الاكل الصحي، وهكا غادي يشد الجسم ديالو وهو صحي. ومن هذا الشيء كامل خاصو اعرف انه خاصو يتريني ضروري مورا الوجبات. حيت علاش؟ حيت الا كلا ومشى نعس راه ديك الماكله ما عنده باش غادي يستافد بها. اذا كل ما كليتي موراها بجوج سوايع حاول دير تمارين الرياضيه ديالك. كنتي كتفطر مع 10 12 دير واحد التمرين ديالك، كنتي كتفطر مع 11 موراها بجوج سوايع دير التمارين الرياضيه ديالك. اذا فرق التمارين الرياضيه في الصباح وفرقها في المساء. في الصباح ديما اعتمد على الرياضه القلبيه اللي كتعتمد على دقه القلب، وفي المساء اعتمد على كيفاش تخدم الجسم ديالك، بحال تراكسيون، بحال لابارفيكس، بحال الجيناج، بحال لي زابدو، مهم الرياضات اللي كتعتمد على الجسم. وهكا غادي تسير الايقاع ديال الحجر الصحي باش ما يدخلكش الملل. كذلك ننظموا الوقت من ناحيه النوم باش نفيق بكري باش نستغل الوجبات ديالي، وكذلك نحاول ننعس بكري باش الجسم ديالي ياخذ الراحه ديالو الكافيه، حيت داك النهار كامل دوزتيه انت في التمارين او دوزتيه كدير بزاف ديال لي زاكتيفيتي داخل الدار. لهذا حاول تنعس بكري وتفيق بكري باش تستغل التمارين الرياضيه ديالك، وكذلك يكون الجسم ديالك مرتاح هكا باش غادي تخلق الفرصه ديال الجسم ديالك يكون رياضي. لهذا الناس يحاولوا يترينيو في الدار مورا الوجبات اللي كياكلو بجوج سوايع، هكا غادي يحتفظوا على الجسم ديالهم باش يعرف شنو خاصو يتريني وشنو اللي ما خاصوش يتريني وفوقاش خاصو يتريني. هادو هما ثلاثه ديال الحوايج اللي خاص يعتمد بزاف ديال الناس، فوقاش نتريني، فوقاش ما نترينيش، وفوقاش وشنو خاصني نتريني. نتريني كل ما كليت واحد الوجبه موراها بجوج سوايع نتريني، كل ما كليت واحد الوجبه بجوج موراها بجوج سوايع نتريني. فترة صباحية وفترة مسائية، ونعتمد على الأكل الصحي والنوم الصحي، وهكا غادي يدوز الحجر الصحي مزيان. وشكرا لكم.